بسم الله الرحمن الرحيم. وقديما قيل وقد روي حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لا يصح إسناده وإن كان معناه صحيحا في كثير أو في أكثر الأحيان، ألا وهو قولهم كما تكونوا يولى عليكم. وهذا المعنى هو الذي يتمثل في المثل العامي الذي يقول دود الخل منه وفيه. ولذلك فأنا أعجب من بعض الشباب الذين يصبون كل جام غضبهم على حكامهم وينسون أنفسهم ولا يتذكرون أن هؤلاء الحكام هم منا وفينا ونبعوا من عندنا ولم يأتونا من عالم آخر غير عالم أرضنا. إذن نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، الخطوة الأولى أن نفهم ديننا، والخطوة الثانية أو قد تكون مقرونة بالأولى العمل بهذا الدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما أنزل الله؟ أنا الجواب عندي سهل، لأنه نحن لا نحكم بما أنزل الله. ما يجونا نجد من المريخ أو يجوا من أوروبا ولا آخره، كل منا وفينا. فإذا لما نعتب على غيرنا وننسى أنفسنا، ونحن إذا أصلحنا أنفسنا بلا شك أن ربنا عز وجل سينصرنا لأنه وعدنا بذلك.